السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم خالد الدواس أبو ركان. هذا الجزء الثالث من كن واعي، الهدف به توعية الجميع حول مستلزمات التبريد والتكييف. أنا في محل كل شيء للتبريد، شارع الظهران مقابل مصرف الراجحي. نبدأ اليوم الحقيقة أسرار وخفايا التبريد ونتوكل على الله، وشكرا صاحب المحل اللي أعطانا هالفرصة. بعد إذنك راح نتكلم أول حاجة عن الريموتات. هذه أسعارها مالت سيستم، تشغل أي شركة، قيمتها 45 ريال متوسط السعر، وهذه دائما بالبيت تكون الشخص محتاجها. نيجي ثاني شيء للبويبينا. البويبينا الصيني استبعدناه، وأفضل شيء هذا موجود عندكم التايلندي، تستخدمه ال جي وكثير من الشركات والوكالات، قيمته 25 ريال، الصيني ما يتجاوز 10، الإيطالي 45، الأمريكي تبري العمر 10 سنوات الأمريكي 70 ريال. لا يمكن يجيبونه لك دائما. لما سعرنا أمس المحلات قالوا نغير لك البويبينا ب 250 مع الفريون. الفريون هذه لعبة وضحكة علشان ياخذ منك فلوس. اثنين، نجي قبل ما نجي للكمبرسر، هذا في قطعة صغيرة تخرب دائما بالكمبرسر، ايش اسمها؟ ريلي. الريلي هذه الصغيرة قيمتها 15، والكاملة هذه التوماتيك قيمتها 45 ريال. فيسوي لك يقول لك مع عبي فريون 200-300 ريال، والضحية أنا وأنت. إذا جينا للكمبرسرات، هذه الموجودة قدامكم، هذا الأمريكي أفضل شيء 580 ريال، لونج لايف على قولتهم، هذا هو الأمريكي، يعني يعتبر الأفضل بالسوق. البقية سامسونج، باناسونيك، ماليزي، يعني يشتغل على أي مكيف ذولي، ما يتجاوز سعرهم 350 ريال هذا الكمبرسر مع التعبئة أيضا. إذا التعبئة يأخذون لنا تقريبا 20-30 ريال. إذا بنجي للغاز التبريد، الكود حقه 22، الأمريكي تأكد أنه موجود USA تحت هنا، لأنه في صيني نفس هذا بالضبط كوي بالضبط، لكنه يكتبون تحت صيني أو يكتبون على العلبة أنه صيني. وإذا اضطريت، وكم سعره؟ 350 ريال. إذا اضطريت تأخذ صيني، خذ الماركة هذه، وهذا الصيني يعتبر الأفضل، غيره لا يقربك. سعره كم؟ 180. الغاز هذا يكفي 15 مكيف، حطه عندك ببيتك. المطلوب منا نكون واعين، نقول للعامل عطنا خبرتك ومهارتك كفني وركب وصلح، باقي القطع وسبير بارت علينا حنا، لأن لعبتهم الحقيقة اللي يشتغلون فيها حق التكييف والتبريد هي بالقطع الغيار، يدبلونها دبل وتربل. لما نجي لليات هذه الأفضل، طولها كم متر؟ مترين وثلاثة، كم؟ مترين تقريبا. هذا الصغير قيمته ريالين، وهذا الكبير قيمته كم؟ 3 ريال، وهذا الأفضل يعتبر كواقي. لما نيجي للنحاس، النحاس الصيني استبعدناه، النحاس يجي 5 متر، لكن الأمريكي بارك الله فيك هذا 15 متر، يبيعونه برا بمتر.